يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أجد صعوبة في مذاكرة العلم وذلك بسبب الدوام والعمل، فبماذا تنصحني حتى أستمر في طلبه؟ لا تجمع بين طلب العلم وبين العمل، العمل له وقت، طلب العلم له وقت آخر. نظم أوقاتك، تجعل لطلب العلم فرصة ولو قليلة تداوم عليها يوميا ولو قليلة، ينفعك الله بها، واشتغل وقت العمل بعملك. نعم.